هذا المايك قررت احول الانين الى سطور راب في تراك وبرهنت اسلوبي بوجبه دسمه مو بس سناك وثابت على المحاوله حتى لو قالوا وات ذا فاك. تاسس الفريق ب 2013. السنوات الاولى من تاسيس الفريق كانت صعبه جدا لعدم وجود الدعم وعدم تقبل المجتمع لهكذا يعني هكذا فريق وهكذا مواهب. تكلم من الدولة العراقية لك وللمستمعين مني أهلا تحية موجودين كل حارة كل جهة. رجعنا لمحافظة الأنبار والمحافظة كانت شبه ميتة والناس متخوفين، فرجعنا سوينا أول حفل فني في محافظة الأنبار لدعم المواهب والفنون، رجعنا الحياة للمدينة ووراها بدينا نشتغل على حملات تطوعية لإعادة تأهيل المدارس والروضات اللي كانت مدمرة من فترة الحرب. اشتركنا بنشاطات وفعاليات ومهرجانات خارج وداخل المحافظة. حاليا نظرة المجتمع تغيرت كليا، صار جروب اتش اتش وجروب شبابي فني انباري يمثل انبار باحلى صورة وينقل رسائل سلام لمختلف المناطق والمحافظات داخل العراق بمشاركته بالنشاطات والايفنتات والفعاليات اللي تصير. لاينات بس تسخين اتش اتش وبصمة كل مكان بكل حين.